عند جامع النور لقيت الغاز، فقلت بسأل الناس في الشارع. هم قطعوا الطريق وهم ماشيين المسيرة، كانت قطع الطريق خرجت بره الكلية، خرجت بره الجامع. هم اتجمعوا في الجامع جوه، هم متجمعين في الجامع، اتجمعوا في الجامع جوه. بيجي من جوه الجامع، واحدة تيجي من جوه الجامع، واحدة تيجي من بره الجامع، اتجمعوا على حلقات. هم جمعوا العيال وجمعوا نفسيهم وطلعوا من الجامع. طلعوا بقى، كتبوا بيكتبوا بالاسبري، كتبوا بالاسبري الاحمر على الجامع من بره، ومشوا في المسيره بتاعتهم. احنا من عباسيه بنقول لاي حد فكر ان هو يجي الدايره عندنا هنا ويعمل الكلام ده، احنا بنقول انت غلط، انت مش صح، ناس بتموت، ناس بتموت، حرام.